إعلان لرغبة الاستقالة لرئيس حكومة الصخيرات فايز السراج صعدت من حدة التوتر بين صفوف الميليشيات التابعة لحكومته. أعلن للجميع رغبة صادقة فعلا في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم. استقالة قدمها السراج خلال كلمة متلفزة قائلا إنه سيسلم المسؤوليات إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار بحلول نهاية شهر أكتوبر القادم، وهو الموعد الأقصى الذي وضعه السراج لتقديم استقالته فيه. وذكر أن حكومته لم تكن تعمل في أجواء طبيعية إذ كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية. وكالة نوفا الإيطالية رجحت بأن تزيد خطوة السراج من الغموض السياسي في طرابلس وستشعل الاقتتال الداخلي بين الفصائل والميليشيات المتنافسة في التحالف الذي يهيمن على غرب البلاد، فيما أشار باحثون سياسيون دوليون إلى أن استقالة السراج ستكون بداية لانطلاقة جولة جديدة من المناورات. من جانب آخر، وتزامنا مع التطورات الأخيرة التي شهدتها مدن المنطقة الغربية، طفت على السطح خلافات علنية بين السراج ووزير داخلية فتحي باشاغة على خلفية التعامل مع المظاهرات المحتجة على أداء حكومة السراج. شباب أحسن، شباب أحسن.